رغم أن حوادث العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان ليست بجديدة، إلا أن هناك مخاوف من زيادتها في ظل الأحداث الأخيرة في منطقة القاع. فبحسب مصادر إعلامية لبنانية، فإن عوائل سورية تعرضت للاعتداء من قبل مجهولين في منطقة حراجل في جبل لبنان. هيومن رايتس واتش انتقدت هذه التصرفات مستنكرة عدم تحرك البلدية إزاء الحادث. الاعتداء العشوائي من قبل لبنانيين واكبته إجراءات من قبل سلطات محلية يراها حقوقيون لا تقل عنصرية، حيث أفادت شبكة شام الإخبارية أنه تم توقيف أكثر من 500 سوري خلال اليومين الماضيين في حملة وصفتها الشبكة بالمستعرة بحجة مكافحة الإرهاب بعد سلسلة التفجيرات التي استهدفت بلدة القاع الحدودية. عمليات توقيف تأتي على النقيض من الموقف الرسمي للبنان، موقف عبر عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتأكيد على أن منفذي هجمات القاع أتوا من داخل سوريا ولا علاقة للاجئين السوريين في لبنان بهم. من ناحية أخرى، تواصل بلديات لبنانية عديدة إصدار قرارات للتضييق على اللاجئين من فرض منع التجوال للسوريين المتواجدين في حدودها الإدارية ساعات الليل وفي بعض المناطق على مدار الساعة. على الجانب الآخر، نظم ناشطون لبنانيون حملات للترحيب باللاجئين السوريين، ترحيب تجلى أيضا إلكترونيا حيث انتشرت التعليقات المناهضة للعنصرية تحت وسم لا للعنصرية ضد السوريين. جيلان فطيري، العربية.